عم تستشفى من طاقات سلبيه يمكن من اديكشن معين ممكن يكون هذا الاديكشن هو حب هذا الشخص وعم بشوف الامور بتمر على نجاح عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع شايف في بالعمل في رزقه حلوه جايتك اما من شغل انت يعني اشتغلت عليه لك فتره او انه ممكن تكون تطور في العمل معين ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل أو حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير حلوة عم بتكون عم يوصلك أخبار كتير حلوة عن موضوع له علاقة بدراسة بعثة منحة إذا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك مثل موافقات أو تطمينات بالنسبة لهذا الموضوع شايفه في نوع من الكارما او نوع من الججمنت راح يصير راح تاخذ حقك اللي قلنا في شخص ظلمك في شخص تعدى عليك ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني عم تاخذ حقك منه وتكون كثير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجه غير متوقعه ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخذ حقك بهاي الطريقه ولكن الحمد لله عم تاخذ حقك وعم بتكون كثير مبسوط عم بشوفك فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص نفسه الورقه طلعت مقلوبه فشايفه شوي فقدت الامل او ولكن في انتصار على هذا الشخص هذا بشكل عام الطاقات اللي مبينة أكثريتها في عنا طبعا قوس في ميزان في أبراج هوائية كتيرة. في أبراج نارية وفي شوي مائية لا في مائية على الأغلب هذا بشكل عام وشايفة في عملية او لإلك لا لحدا قريب من عندك عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون في حالة صحية او انت ممكن تكون في حالة صحية افضل عم بصير في تطور لهذا الموضوع اذا برج الميزان بشكل عام ورق حلو شوف من الناحيه العاطفيه اكثر آه، في استشفاء في كان عندك طاقه سلبيه في استشفاء رائع يعني هاي الفتره رح يتم في شايفة حب كبير عم تتبلور حب بينك وبين الشخص المقابل في تقارب أكثر في هاي العلاقة عم تتطور أكثر في توضيحات عم بتصير من الطرف الآخر أو حتى منك عم بتكشفوا أوراق لبعض أو عم بتقربوا من بعض بطريقة كتير جميلة عم بيكون بيناتكم تواصل روحاني رائع جداً انت وهذا الشخص عم بشوف المناوشات والنكد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانه الورق الورقة مقلوبة شايفيتك اكثر صرت متاكد من الطرف الاخر رح ياكد لك رح يعني يبعتلك لك مثل مسجات تطمين شغلات رح تسمع عنه شغلات تطمن كتير من ناحيته من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبل شوي مبين من بعد ما كنت خايف في وراك هون مبين بالصورة زي ما انتم شايفين في وراك وقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت ف بما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اجرك تثبت شوي شوي العلاقة تكون ثابتة انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر شايفة في طرف اخر في طرف ثالث متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من وراه شر لانه عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتو شايفين هون يعني متل رح تكبروا سوا متل رح تكونوا مع بعض طول الوقت عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم في المستقبل فكتير بالنسبة لل... للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو أكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك اه كتير حلو هون مبين انه عجلة الحظ عجلة الحظ آه رح تكون معك آه او ممكن يكون هذا الموضوع مثل بتلف اللفة في كارما رح تحصل عليها في أموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الأوهام رح شوي شوي تتخلص منها هاي الفترة رح تتلاشى في نهاية الفترة رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك فشايفة كرت كتير حلو شوف هون اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او واو آه، مبين عندي مثل بستان خضر أوراق عم تزهر آه، تزهر آه، ورود آه، شايفة يعني في اشي مثمر عم تعمله إما العلاقة العاطفية عم بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط بالنتائج أو إنه يكون مشروع أنت بلشت فيه قديما وعم وأخيرا عم تحصل على النتائج لكن أنا شايفة هذا الكرت عاطفي أكتر يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها رح تتطور أو رح من بعد ما كانت مثل الورد الدبلاني او كذا رح لا رح يصير في اكشنز بالعلاقه رح يصير في وعود من الطرف الاخر رح يصير في ترسيم ممكن للعلاقه اها بيقول لك الفتره الجايه رح يكون في في شخص قريب منك كتير كبير بالعمر آه، هذا الشخص تقريبا من أبراج خلينا نقول إما ترابية أو نارية ممكن مائية آه، هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن كتير معقول يكون على الصعيد العملي فكون متشبث في هذا الشخص وكون آه خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لأنه راح يساعدك إما في يعني فرصة عمل جديدة أو بالعمل أو حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم أنت بتستعين فيه بكتير أمور إذا برج الميزان شو يطلع هون واو عم تهتم كتير يا برج الميزان دا بيطلع لي هذا الكرت لإلك أو شبهه عم بتحاول هاي الفترة تعمل متل ريلاكسيشن تطلع فاكيشن عم تهتم في حالك أكثر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة أو الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة وعم بتكون عن جد محط الأنظار طبعا كالعادة. برج الميزان فعم بتكون محط الانظار بهاي الفتره خاصه الاشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كثير معقول انه يدخل حياتهم حدا كثير قوي صاحب سلطه شخص مناسب على الصعيد العاطفي او هو كمعجب انا بشوفه فهذا الشخص معقول كثير يكون برجه مائي مثلا فلو لو نوجد هذا الشخص حواليك اعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان آه في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يعطي نتائج زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد آه كمان آه ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحوا وفي ناس كتير لا ما راح يفرحوا لكم ابدا بتطور العلاقه او بالزواج او كذا راح يكون في عيون كتير فانتبهوا